أهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات حديث الخليج. ضيفي هذا الأسبوع هو الدكتور شبر إبراهيم الوداعي، كاتب وباحث بحريني متخصص بالبيئة. حياكم الله دكتور شبر. حياك الله، وأنا سعيد أيضا بلقائي معك. الله حيك. طبعا موضوعنا هو البيئة لأنه بحكم تخصصك في البيئة، ولكن أيضا في جوانب في حياتك في مسيرتك قد تكون مهمة لمشاهدينا. إقامتك بالإمارات لسنوات طويلة، دراستك في أوكرانيا، واهتمامك بقضايا البيئة. خليني أول شيء أسألك عن القانون البيئي. أنت متخصص في القانون البيئي، وكما أعرف أنه من التخصصات النادرة في منطقتنا. حدثنا أولا عن هذا التخصص. الحقيقة يعني يعتبر القانون البيئي من المناهج الحديثة اللي برزت واللي كانت أكدت الحاحية وجودها في مجال البيئة، لأن هذا القانون يعني أو هذا الآلية أو النظام هو ينظم العلاقة الإنسانية مع ما تكتنزه الطبيعة من معالم وثروات طبيعية، ما يكتنزه هذا النظام البيئي. ونظرا لأن بالفعل أن علاقة الإنسان في حاجة إلى ترشيد، إلى تضميم، إلى منهجة، ضرورة أن تكون في هناك معايير ونظم وأسس تمنهج هذه العلاقة. أن تترك الإنسان على هواه لن يترك أي معلم بيئي من شره، وبالتالي لابد أن تحدد له مقاييس، معايير، نظم معينة في سبيل أن أنت تستطيع أن تحمي وتصون هذا النظام البيئي وأن يبقى كثروة للمجتمعات البشرية القادمة. المعارف التقليدية في صون الموروث البيئي، ماذا تقصد بالمعارف التقليدية؟ مجتمعنا، لكل المجتمعات بحكم وجودها على في المكان، المكان هو اللي يخلق على فكرة العلاقة بالمورد. وفائدة هذا المورد في المعيشة والبقاء والاستمرار هو اللي يأخذ القيم. وبالتالي لو تروح في الغابات الأفريقية لهم قيمهم مثلا قبل القرن الميلادي، كانوا إذا يروحون يقطعون ثمر يخشون أن الآلهة تزعل عليهم أن قطعوا ثمرة فوق محددهم. ليش؟ لأن على أساس أنه يستطيع أن يحافظ على هذا المورد. نفس الشيء عندنا هنا في الخليج، أنت تروح في البادية هني مثلا، انا اجتمعت اجلس مع 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 رجال كبار السن في الشارقه يعلمون اطفالهم ان مسار، كان في مسارات معينه حتى للقوافل. طيب دكتور شبر ابراهيم الوداعي، ازف الوقت مثل ما يقولون، كاتب وباحث بحريني متخصص بالبيئه، اشكر حضورك لحديث الخليج. هذه المره الاولى اللي نخصص حلقه بشكل يعني كامل لقضايا البيئه، وان كنا خرجنا قليلا يعني. أشكركم مشاهدينا الكرام على متابعة هذا الحوار، وألتقيكم الأسبوع القادم مع ضيف آخر وقضايا أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء. شكرا دكتور. شكرا.